يا ميت اهلين وسهلين بجيراننا، والله نورتونا. المهلي رح اقوم ساويكم فنجان. لا ايوه، شو انتي تساوي لنا قهوه؟ امي بلا، امي ساوي قهوه عن امك معقوله؟ ايوه، شو في فرق بين البنت وامها؟ كلك زقطات ام ليلى. يعني الحقيقه انا من امبارح، حاسه بس بدي اجي اعملكم زياره. مو معقول، بسلطه محروقه اعذروها يا جماعه، لا تعذرونا. خير ان شاء الله. يعني قلت لحالي شو صاير عن جارتنا رولا؟ أول شيء إجت لعندها أمها ومعها شنطايتها، بعدين أختها ومعها شنطايتها، بعدين إجت حماتها ومعها شنطة، لا يا ربي معها كيس ما معها شنطايتها، فأكيد في إلنا بالموضوع بقى، احكوا لي في إلنا ما هيك؟ ما شاء الله عليكي أم وسيم بالتفصيل الممل. فعلاً تهتمي بأدق التفاصيل، دخليك بتعرفي البراند اللي كنت لابسته شو؟ لكن حبيبتي اسفان لورا. مزبوط، معروفة. رح تنفلج وتفقع مرارتها بس بدها تعرف ليش مجتمعين ومشان شو. مو مشان شي، بالصدفة فيها مشكلة. هنا نجتمعوا عندي لحتى يريحوني على الآخر، مو هيك؟ هيك. ايه تتهنوا، ان شاء الله. ايه ريما رح تعمل القهوة لأنه ما عم تخليني أعمل شي، مو هيك ريما؟ إيه طبعا حبيبة قلبي، كرمال عين تكرم مرجع عيون. يمكن إنه بالموضوع ما نكسرتيهم شلون فاتين ببعضهم؟ كثير.